ينضم إلينا في الاستوديو السيد أحمد لدعيجة المستشار بالتحليل الفني. أهلا بك معنا سيد أحمد. خلينا نبدأ فنيا على ما يحدث بالمؤشر. وبالفعل استطعنا من جلسة يوم أمس أن نلامس مستوى 5800 نقطة واليوم عم نتخطاها. هل بدأنا بعملية تصحيح للاتجاه الصاعد للسوق؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أكيد يعني الآن إحنا نسير في مسار في قناة صاعدة فرعية ولازلنا في مسار هابط رئيسي. ندخل في الإيجابية الآن ضروري أن نتجاوز نقطة 5888. هذا الرقم يمثل تقريبا الآن الخروج من المسار الهابط اللي راح يعطينا اطمئنان أكثر. هذا من ناحية الفنية. فاللي قاعد يصير الآن ردة فعل من القاع حق اللي سجلناه 5300 بعد تصريح معالي الوزير بانه سيتم دفع ال 40% للقطاع. ايوه هذه ساعدت القطاع البنكي في انه يلتقط انفاسه، لانه كان لو نزلنا من 6200 الى 5300 كان السبب القطاع البنكي، كان ضغط شديد عليه تخوفا من التعثرات في السداد للقروض. نعم. بعد تصريح معالي الوزير انا اشوف السوق ارتد والتقط انفاسه القطاع البنكي، فهذا اللي احنا قاعدين نشوفه. فالان ضروري نتجاوز النقطه 5900 على اساس الناس 5900 زي اللي حتخرقنا حتى يعني نطلع من عنق الزجاجه تقريبا المسار الهابط. طيب السوق السعودي لطالما يتأثر بالمؤثرات الخارجية كأسعار النفط، الأسواق الأمريكية، الآن الأسواق الأمريكية تسجل ارتفاعات متذبذبة مع تباين يعني أو ازدياد توقعات رفع معدلات الفائدة المقبلة، ما الذي نتوقعه للأسواق الأمريكية بما أنها تؤثر على السوق السعودي؟ بالنسبة للسوق الأمريكي داو جونز بالذات، يعني أنا متابعه له 3 سنوات تقريبا، أنا وجهة نظري الآن ضروري انه يعود فوق نقطة 18400. عدم العودة فوق هذه النقطة انا ارى ان التصحيح له اقرب فنيا طبعا. يعني احنا ما راح نتكلم فندمنتال عن نتائج شركاتهم او غيره. فبالتالي اكيد انه تأثير رفع الفائدة بيكون مؤثر على السوق. الان زي ما قلت 18400 في الداو جونز مهمة. عدم العودة أعلى منها أرى أنه تصحيح إلى نقطة 14100، يعني ممكن يوصلها فنيا، يعني بما أنه ارتفع ارتفاعات يعني من 2009 كان 6800 تصحيح كبير يعني أي تقريبا، يعني جاني أرباح، يعني لازم جاني أرباح للموجة اللي عاشها من 6800 إلى. على أي مدى تتوقع ذلك؟ والله أنا أتوقعه في خلال الـ3 أشهر القادمة، يعني بتكون مؤثرة سواء لو في حال لا قدر الله أنه انخفضت أرباح الشركات عندهم أو رفع معدل الفائدة كلها بتكون مؤثرة. لكن العودة فوق 18400 بيفتح المجال أنه يوصل لـ19000. فهو وصل منطقة الآن إغلاقاته الشهرية 3 شهور كلها بشموع دوجي، وهذه دائما نسميها دائما شمعة الدوجي تسمى حيرة، وإذا أتت في قمم تنبئ بانتهاء المسار، يعني فهذا اللي أنا قاعد أشوفه وهي إغلاقات شهرية. نعم. هذا اللي يعني مخوفنا من الداو جونز، وهو بالتالي يعني لو حدث تصحيح للداو جونز قوي بيجر معاه جميع الأسواق. صحيح. لأنه هو المحرك يعني. طيب نعود لموضوع البتروكيماويات لأنه يعني نتائجها سيد أحمد جاءت أقل من متوسط التوقعات، الإيرادات كانت متراجعة بقرابة 9%. أداء القطاع بما أنه عم نحكي عالميا لأنه في ضعف طلب عالمي على ما يبدو أيضا على المنتجات التي كل المنتجات البتروكيم تراجعت على مستوى العالم. الآن مكرر الربحية بالنسبة لقطاع البتروكيماويات بالسوق. أنا وجهة نظري وعدتها وبعيدها من لكم، المحرك لتوجهات النفط سعر النفط هو النمو العالمي نمبر 1. يعني في ناس رابطينه بتصريح من وزير أو تجميد الانتاج او لا، هذه عوامل تؤثر، لكن العامل او المحرك الرئيسي هو النمو العالمي. زي ما تفضلتي الصين الان حصل انخفاض قوي صراحه، يعني من 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 كان 13% النمو
لا وصلنا لسبعة، وفي حال انخفض الآن عن السبعة برضو حيصير يعني نزول للنفط، وبالتالي بينعكس على المشتقات البتروكيماوية. فاللي حاصل الآن، إلى الآن المشتقات البتروكيماوية سجلت قاع ولا زالت في مشتقاتها، البتروكيميكال والبروبلين جميع المشتقات لا زالت في متدنية، فلذلك بالتالي بتنعكس على القطاع البتروكيماوي على رأسها سابك. نعم، وإحنا يمكن شفنا عملية إعادة هيكلة لبعض الشركات التابعة لسابك، وعملية اندماج يمكن لشركة الحديد. هل ستلجأ الشركات الأخرى برأيك لعملية إعادة هيكلة، لعملية توفير على الأقل جزء من سيولتها خلال الفترة القادمة؟ أكيد. أنا الآن أنا وجهة نظري ورسالة أوجهها لجميع مجالس الإدارات، لابد من التطوير الآن، ابتكارات، دخول ابتكارات، منتجات جديدة، الدخول في أسواق جديدة، كل هذه بتساعد في بقاء الشركة. عدم الدخول في هذه المجال الآن في ابتكارات جديدة أو في أسواق جديدة، أنا ما أتوقع أن الشركات حتقاوم وتقدر تحقق أرباح. وكذلك تخفيض، لابد تقشف زي ما حصل في الدول الآن، من وإحنا على رأس الدول، تقشف هذا أمر مهم في سواء المكافآت، رئيس مجلس الإدارة. لابد إعادة هيكلة كاملة، هي اللي يعني بتساعد القطاع في. طيب، بما أنك ذكرت بأنه المحرك الأساسي لأسواق النفط هو النمو العالمي، نعم، وليس هناك تفاؤل كثيرا يعني خلال الأعوام المقبلة لنمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دخول طبعا منتجين آخرين أو كانوا منتجين سابقا مثل إيران عادت للسوق، الصين أيضا تقوم باستثمارات جديدة حتى يتسنى لها التصدير بما أنه هي أكبر منتج عفوا مستورد للنفط بالعالم. دخول مثل هذه الأسواق كم يهدد الأسواق الخليجية، الأسواق النفطية الخليجية تحديدا؟ أكيد يعني أكيد هذه يعني بيصير عامل ضغط للسوق النفطي، بأنه حتى يعني العراق كذلك يعني زاد إنتاجها، وكان في تصريح أنه ما راح ندخل في الاستثناء من التثبيت بالضبط. فلذلك أنا لابد من الاتفاق من الأوبك، لابد انهم يجتمعون بالخارج الاوبك ويكون اتفاق على اساس انه يكون تثبيت او حدود، لانه اللي قاعد يصير يعني بيأثر صراحه. اللي اهم من هذا يعني احنا نقول النمو العالمي. الصين الان ننتظر نتائج الصين اللي هو اللي نسميه التنين العملاق الان الصناعي، فاذا كانت نتائج الصين في الربع القادم هذا بارتفاع النمو أو أقل شيء أنه يحافظ على نسبة النمو اللي هي 7%، إن شاء الله بتساعد يعني في أنه تثبت الأسعار. ومن نقطة 31 دولار محدد الهدف، كان وقتها أعطيت شارت إلى 56، وهو اقترب الآن، اقترب الآن من 56 دولار. فنيا الآن بنتكلم تكنيكال، تجاوز 56 دولار والثبات أعلى. أليس صعب الوصول إلى مستويات 56 دولار؟ والله هذه فنيا خلاص اقتربنا يعني مو صعب، لكن الأهم الثبات. إذا ثبت النفط فوق 56 دولار بإغلاقات أرشحه إلى نقطة 63 دولار. طيب السؤال الأخير، لأنه فروقات العملات كانت عامل أساسي بالنسبة لقطاع البتروكيماويات والشركات وربحيتها، هل سيكون هناك فرصة يمكن لتعويض فروقات العملات بالتوجه لأسواق أخرى يمكن عملتها أقوى حاليا لترويج منتجات أكيد القطاع؟ أكيد أكيد، هذه نقدر نقول طريق للوصول إلى حل الانخفاض الهامش الربحية في المشتقات. اللي أهم من كذا اللي نطلبه الآن من مجالس الإدارات اللي هو الابتكارات الجديدة بمنتجات والدخول الجريء في الأسواق الجديدة. يعني الآن أنا متعود، هذه مشكلتنا، مشكلة البشر بشكل عام، إنه إذا تعود على طريق معين خلاص، طب اطلع غير، ادخل في سوق جديد، حاول. هنا أنا أتوقع إذا ما حاولوا يتغيرون في ابتكارات جديدة في أسواق جديدة حيعاني القطاع، لأنه
الدولة الآن بدأت ترفع الدعم عن مادة اللقيم. نعم. ونشكرك جزيل الشكر سيد أحمد الدعاج، وأنت المستشار بالتحليل الفني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الله يحييك.